الحمد لله. ده تعب سنة كاملة، بدأنا موسم بدري، خدنا قدرنا ناخد من أسبوع الحمد لله الدوري، وخدنا دلوقتي الكاس أهو. فربنا كرمنا الحمد لله إن إحنا يعني خدنا بطولتين لأول مرة من 2014، وبرضو بكلمك على الإصابة. الحمد لله يعني ده نصيب، وإن شاء الله ربنا يكرم بقى وأرجع أحسن إن شاء الله. وصل لي طبعا تعاطف الجماهير كلها معايا ورسائلهم وكل حاجة، دي حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي، تساعدني إن أنا إن شاء الله يعني أرجع أحسن أو أتحمس إن أنا أرجع. وبس، وأشكر كل الجماهير إن هم وقفوا جنبي، والحمد لله إن إحنا قدرنا نكسب بطولتين يعني. الحمد لله بطولة كأس مصر كانت غايبة عننا السنة اللي فاتت، خرجنا من دور الثمانية من فريق سبورتنج، برضو كان تحدي لينا إن إحنا نكسب البطولة دي، بطولة غابت عن الفرقة سنة، فدي ما كانتش حاجة طبيعية بالنسبة لنا. كمان الدوري كان نفس الموضوع، كان غايب بقاله 4 سنين، فكان تحدي للجيل ده إن هو يقدر يرجع وياخد بطولتين في نفس السنة. الإنجاز ده أصلا ما حصلش برضو من 10 سنين، فده كان إنجاز شخصي للجيل، وكنا عايزين حاجة نرجعها للنادي تاني وتبقى حاجة لينا وللنادي يعني. طبعا تحدي اكبر ان احنا داخلين على بطوله سوبر افريقيا وافريقيا في النادي الاهلي، دفع كبير لان هي على ارضنا وسط جماهيرنا، احنا مستنيين طبعا الحافز الجماهيري الكبير جدا اللي هيمثلنا ان شاء الله. نوعد الجماهير ان احنا نبذل اقصى حاجه عندنا ان احنا ان شاء الله نقدر نتوج ببطولتين، وربنا يكرم ان شاء الله. الله يبارك فيكي، شكرا جدا. بس البطولتين دول غاليين علينا جدا، خصوصا ان احنا بقى لنا حبه ما توجناش بيها، واحنا كجيل صاعد بقى لنا حبه ما طلعنا على موسم وحش السنه اللي فاتت، فكنا عايزين نثبت للنادي الاهلي ان احنا شباب وفينا ثقه وقد الثقه ان شاء الله. البطولتين الصراحه، الدوري كان اغلى من الكاس، لان الدوري بقى له 4 سنين غايب، الكاس بقى له سنتين بس غايب بس، فالحمد لله يعني. والفرقه كلها ما قصرتش، وما فيش واحد قصر من اول واحد لاصغر واحد يعني. طبعا ولسه ان شاء الله السوبر الافريقي اللي هتلعب عندنا وكاس الكؤوس ان شاء الله يعني. بنوعد يعني الجماهير ان شاء الله والنادي الاهلي كله ان احنا هنعمل مفاجاه يعني ان شاء الله. عملنا ماتشات حلوه طبعا، احنا بنستعد للبطولتين دول من اول الموسم، وكان هم يعني هدفنا قبل طبعا بطوله افريقيا عشان في بطولات مهمه، بس احنا كان هدفنا دلوقتي نكسب الدوري وبعد كده الكاس. حتى مثلا قبل ماتش الكاس ما كناش بنفكر في بطوله افريقيا، كان هدفنا الوحيد ان احنا نكسب البطوله، وبعد كده نفكر في اللي جاي ان شاء الله. طبعا الحمد لله بدات تاهيل اهو دلوقتي، بقى لي اكتر من شهرين، فان شاء الله يعني مع بدايه الموسم الجديد في بدايه التاهيل وكده هنضم للفريق.